الشوكولاتة دايما متهمة في عقول الناس ان هي احد اكبر الاسباب في امراض كتير زي السمنة او السكر او غيرهم من الامراض، وده طبعا بسبب كمية السكر الكبيرة اللي موجودة في الشوكولاتة، لحد بقى ما العلم نصفها وبين ان ممكن يبقى فيه فوائد من اكل الشوكولاتة، لكن طبعا المقصود هنا هو اكل الشوكولاتة بكمية معقولة مش اكلها عمال على بطال طول الوقت. على رأس الفوائد دي بقى واكبر فايدة نقدر نتكلم عنها هي تحسين وظائف الاوعية الدموية. يعني الشوكولاتة بتقدر ان هي تخفض ضغط الدم جوه الاوعية الدموية، وكمان بتقدر ان هي تحسن من مستوى الكوليسترول في الدم. بس طبعا عايزك تبقى حاطط في بالك طول الفيديو ان انا هنا مش بتكلم عن اكل شوكولاتة كتير طول الوقت، انا بتكلم عن اكل قطع صغيرة من الشوكولاتة كل فترة كده، وكمان مش اي شوكولاتة برضو. الكلام هنا المقصود بيه الشوكولاتة الدارك او الغامقة اللي هي بيبقى فيها نسبة كاكاو كبيرة شوية. المهم نرجع تاني لموضوعنا بقى. في دراسة اتعملت على حوالي 1300 شخص، والدراسة دي قالت ان ايوه ممكن يبقى فيه فوائد ملموسة لاكل الشوكولاتة على صحة القلب او على تحسين وظائف الاوعية الدموية وخفض ضغط الدم زي ما احنا لسه قايلين من شوية. ومش بالضرورة خالص على فكرة ان انت كل ما تاكل شوكولاتة هتاخد الفوائد دي اللي احنا عمالين نتكلم عليها، انما الدراسة قالت ان انت لما تاكل شوكولاتة ففي احتمال موجود ان انت ممكن تاخد منها شوية فوائد كده لجسمك. والفوائد اللي ممكن تجيلك دي هي بسبب مركبات كيميائية موجودة اصلا في الشوكولاتة، زي مركب كيميائي اسمه الفلافونويد، وده مركب بيساعد على تحسين نسبة الكوليسترول في الدم. لكن خلي بالك دايما ان اكل كمية كبيرة من الشوكولاتة او اكل نوع معين بيبقى فيه سعرات حرارية كتيرة او دهون مشبعة كتيرة، ده هيخلي الموضوع يتقلب العكس تماما وهيمسح كل الفوائد اللي ممكن تاخدها من الشوكولاتة، وهيخلي الجسم اصلا مش قادر يستفيد من مركب زي الفلافونويد ده، ومش هتستفيد اي حاجة من اكلها، وممكن يجيلك امراض كمان. وكمان الشوكولاتة الغامقة فيها شوية معادن كده مفيدة للجسم زي الزنك والبوتاسيوم، وعلى فكرة 100 جرام بس من الشوكولاتة الغامقة فيهم حوالي 67% من كمية الحديد اللي جسمك محتاجها. وفي عالم اعصاب اسمه ويل كلور، الراجل ده قال ان الشوكولاتة ممكن تساعدك ان انت تخس وتفقد شوية من وزنك عن طريق ان انت تاكل قطعة شوكولاتة بسيطة جدا قبل ميعاد اكلك ب 20 دقيقة. وهو بيقول ان انت لو عملت كده ده هيخلي المخ ان هو يفرز هرمونات تخلي الجسم يحس بالشبع، فلما تروح تاكل كمان شوية اللي هو بعدها ب 20 دقيقة مش هتاكل كمية اكل كبيرة وهتاكل اقل فتخس. وانا مجربتش الموضوع ده بصراحة، فمعرفش هو بجد ولا هو كان بيهبد كده هبدة خفيفة. واللي ممكن يصدمك بقى ان الشوكولاتة ممكن تحميك من الاصابة بمرض السكر. ايوة انت سمعت صح، في دراسات اتعملت واثبتت ان الشوكولاتة الغامقة اللي فيها نسبة كاكاو عالية زي ما قلنا من شوية ان هي فيها مواد بتساعد الجسم ان هو يظبط من مستوى الانسولين في الدم، وده بيقلل من نسبة الاصابة بمرض السكر، لكن طبعا لو اتاكلت بكمية معقولة كل فترة. وفي فوائد تانية برضو ممكن تاخدها من الشوكولاتة بسبب مركبات تانية موجودة فيها، زي ان هي فيها مواد مضادة للالتهاب وفيها مواد بتساعد ان هي تقوي الذاكرة عند كبار السن. ولو انت فاكر ان انت بتعشق الشوكولاتة بشكل مش طبيعي وما يتوصفش، فخليني اقولك ان انت مش لوحدك، لان في حوالي 4 مليون طن بيستهلكوا من الشوكولاتة حوالين العالم. ودلوقتي خلينا نبص مع بعض على اكتر الدول اللي بتحب الشوكولاتة ونشوف كل فرد بيستهلك قد ايه في السنة. وفي الموضوع ده انا ما لقيتش ارقام واضحه وصريحه او ترتيب واحد للدول كده كل المواقع تتفق عليه، لكن اقدر اقول لكم ان اكتر دولتين بيستهلكوا شوكولاته في العالم هم المانيا والنمسا. سكان الدولتين دول هم حرفيا اكتر ناس بتعشق الشوكولاته في العالم، لان كل فرد في المانيا والنمسا بياكل في السنه من 8 ل 12 كيلو جرام شوكولاته. بالنسبة بقى لترتيب دول العالم في استهلاك الشوكولاتة بعد ألمانيا والنمسا، فأنا لقيت كل مصدر أو مقالة بيقول كلام غير التاني وعكس بعض، بس أكتر دول هتلاقيها هي اللي بتستهلك شوكولاتة بعد ألمانيا والنمسا هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج ودول أوروبية كتيرة تانية هتلاقيها بتتكرر. وقبل ما انهي الفيديو لازم اكد عليك ان انت ما تقفلش الفيديو دلوقتي وتروح تاكل كمية شوكولاتة كبيرة جدا ممكن تضرك وتقول اصل ادهم هو اللي قال ان الشوكولاتة مفيدة. احب اقولك لا، انا كلامي كان واضح طول الفيديو ان المقصود هي الشوكولاتة الدارك او الغامقة، يعني اللي فيها نسبة كاكاو عالية شوية وكمان تاكلها بكمية معقولة، يعني قطعة كده على الماشي كل فترة. وفي نهاية الفيديو بقى عايزك تنزل دلوقتي تحت في الكومنتات وتقول لي هل انت كنت عارف ان الشوكولاتة ليها فوائد، ولا انت زي اغلب الناس فاكرين ان الشوكولاتة كلها اضرار بس. ودلوقتي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. وكالعادة لو انت اول مرة تشوفني يبقى خش كده خد لك لفة في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة، ان شاء الله هتعجبك. ولو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وبس كده سلام.